اللي تحكيهم العزوزة في السهرية لولاد أولادها ولولاد بلادها هما الحكايات اللي أحكيتهمنا مماتنا وقت اللي كنا صغار، واللي يحكيوا فيهم اليوم العزايز لحفادهم. مش هما قد قد، واللي يسمع حكاية ويعاودها ما يزيد فيها ولا ينقص، ولا تتغير هك الحكاية هذيك حسب الظروف والتطورات والأخلاق الجديدة والعوايد الجديدة، أما الأصل هو واحد. يحكيوا على السلطان عنده بنته وما عنده إلا هي. هاك الطفلة كبرت وحظت الزواج، لكن ما صفر عليها حد وما خطبها حد، حتى حار السلطان في أمره. لا أولاد سلاطين كيفوا، لا أولاد ملوك، لا أمراء، لا أعيان، لا تجار، كأنهم ما في علمهمش اللي السلطان عنده طفلة. وحتى من الوزير جاء ما عندوش أولاد العزاي ولا يلزموا بها الواحد من أولاده. النهار قال له دبر يا وزير. خير يا سيدي؟ قالوا للا الصغيرة ما اختبها حد يا أخي، شنية نازلة؟ قالوا يا سيدي لا من قل من ذل يا أخي، وانت قلقت منها؟ قالوا لا مش قلقت منها، اما وصلت العمر يلزمها راجل. قالوا يا سيدي مو مكتوبها مازال يزي؟ قالوا من الخايف العزايز بتاعك المكتوب في صدرية. وين يجبدلوا الهدرة يقولوا مكتوبها مجاش. حتى بدا يرجع له شاهد العقل هك السلطان هذاك ويصدق بالمكتوب. ونهار قال له يا وزير ايا مش نمشي نفتش على مكتوب بنتي. كيفاش سيدي؟ قال له هو اصل العاده الواحد يمشي فكس على مكتوب شو؟ لكن سلطان كيف السلاطين بتاع زمان كلمه لا ترد، واذا كان حكمه ما عاش ثم كلام، ويلزم واحد الواحد يتبعهم ويسوق لهم البقر كما يقولوا. قالوا قلت لك نمشي نمشي ونفتشوا على مكتوب بنتي ولا نكد؟ قالوا حاضر يا سيدي. ركبوا على خيلهم وشدوا الثنيه. برا ماشيين برا ماشيين جاوا في مفرق ثنايا يشوفوا فيها الشايب لحيه كيف سبايك الفضه على صدره قاعد، وقدامه رزمه كاغذ ومحبره وقلم، ويقص في هاك الكاغذ هذاك تسيكرات تسيكرات، وكل تسكره يكتب عليها كلمتين ويقول هذا مكتوب فلانه بنت فلان، وينفخ عليها طيرها هذا مكتوب فلانه بنت فلان الى اخره. وقف السلطان على بعيد وقال له برا يا وزير انشدوا على مكتوب فلانه بنت السلطان الفلاني. شالوا الوزير هبط كب عليه بربي، قال له مكتوب فلانه بنت فلان. هز الشايب راسه وخزر، ثم جبل قدامهم قال هاك جبل. اي نعم. قال له واش شفت في هاك جبل هذاك؟ قال له شفت هاك عربية هز شبكة حطب على ظهرها. قال له هذيك مش تولد، واللي مش تولد هو اللي مش ياخذ بنت السلطان. مشى سيده قال له يا سيدي قال لك الولد اللي مش تولد هاك العربية هذيك اللي في الجبل هو مكتوب للصغيرة. حمارت عينيه السلطان، شلاغ منمرت، لحيته طلعت وهبطت، وعرق الغضب نزل بين عينيه وقال شنو وه؟ أنا في زماني وزم زماني سلطان البرين وخاق البحرين، ونعطي بنتي لواحد كعلاف، أمه ساكنة في خشة في جبل عمارة القفار وحشو النار. قال له يا سيدي مكتوب. وزير قال باش ما يكتب الهاش هاك الكعلاف هذاك برا، توا نحبك اخذت عليها وقصلها راسها باش ما تولدش. ونزل على حصان ودور روح للبلاد. امر السلاطين طاع، ركب الوزير طلع للجبل، خلط على هاك المراه شدها سل الشاكرية وقصلها راسها ودور. ومنها قال بينه وبين نفسه
توا هالروح هذه ما نطلبش فيها انا نهار اخر قدام ربي. لكن قال اش نعمل، حكم حاكم السلطان حكم، والحرام ما يتعلقش بذمتي. اما نجم نعمل حاجه، هالمسكينه اللي تقتلت من غير ذنب الاخرى ندفنها باش ما ياكلوهاش الكلاب والذيوب. من حين ودور رجع لها، هو وصل لها وهبط وجبد برنوسه باش يلفها فيه كيف الكفن، والصغير زعق من تحتها. قدرة ربي بهك الغصرة هذيك وقت اللي نزل عليها بالشاكرية، احضرت سيدي احمد الخضر والولية والصالحين، والصغير خرج منها والملائكة زغرتت. قال سبحانك يا ربي ما عظم شانك، احفر لهاك المرأة بالشبور وقرا لها فاتحة وودعها عند حنين كريم، ولفك الوليد في شلامت وركب روح بيه لداره مدحبل. يا مرأة قال لها صيح وقول يا رسول الله كيفاش؟ قال لها في ساعة اطلع الفرش. وعيت الخدام قال لهم اجريوا اجريوا جيبوا القابلة للي بالحس. ما خلطت القابلة إلا ما الوليد محطوط في جنب أمه كيف ما يقع ديما في برشا ديار من اللي تخلط الدنيا. قام الصغاريت موق البواقين وليد في دار المشتاقين، متفرحات وزرير وشربات وناس داخلة تهني وخارجة تهني، والوزير حل الكيسة متاعه ويوزع يعطي في البشارة. سمع السلطان بعث عيط له، تشنو يا وزير بالحق مرتك ولدت تسمعناش بيها حملة؟ قالوا بحياة راس سيدي هو قد ما جينا جبنا طبة ومداوينا بالرعواني والكتابة والشنوة، ومرة نقولوا حبلة ومرة نقولوا ما ثماش. توا مدة وكرشها قاعدة تكبر وانا متحير، زعما حبلة زعما مع شنوة زعما عندها لحمة زعما شنو اش من مرض هذايا. يا اخي بقدرة ربي حبلت وجابت، وقعد ربي في هاك الوليد هذاك حتى حبا ودبا وشد الحيط ومشى جاب له مد بالدار، كبر الوليد ولا عويز بلغ كما قولوا 20 سنة. وقتها خرجوا، كانوا الاولاد بكري ما يخرجوش من الدار حتى يكبروا ويحكيوا معناها كيف يعمل يولي عنده لحيه وقتها يخرج من الدار. يحكيوا واحد كيف كبر وعمل لحيه وخرج خرجوا ابوه من الدار، تخلي يجري للام يام يام يام، شفت فار كبير في الشارع. هو شنو شاف؟ كبر كبر مالله بهيم، وعمره ما شاف في وقت هو في دارهم الا الفار والقطوس. هاك البهيم هذاك ظهر له فار كبير. اي قلنا خرجوا معاه، هزوا للسرايا باش يكب على السلطان، دخلوا معاه وراه كيفاش يعمل، قدم وخر عطاك رسلتا. قالوا شكون هذا يا وزير؟ قالوا يا سيدي خديمك هذا الوليد. خزر له حقق فيه نظر مليح وصن ولد شباب ظريف لباس. من حينه قال جيبوا العدول، ما قلنا امر سلطين طاعه يشاور لي نور. حضروا العدول قال اكتبوا صداق ولد الوزير على بنتي، حكم حاكم ويعرف الوزير مش مشيول الايل والعصا في يده. وكتبوا صداق. وقتها تلفت الوزير قال له يا سيدي مكتوب. شنو مكتوب؟ قال له تفكرش يا سيدي هاك العربية انت هاك العام اللي قال لنا عليها الشايب وقلت لي انت برا مشي اذبحها باش ولدها ما يخش الليلة صغيرة. ايه؟ قال له هذا يا ولدها مالا، وراه صار وصار وصار ومرتي لا ولدت لا عمره شقذنا. اما قدرة ربي والمكتوب وسابق في علمه، وربي حكم باش هاك الكعلاف اللي انت ما حبيتوش يتزوج ببنت سلطان. وها هوك كتب صداقها عليها وتحب ولا تكره.